أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة عودة عشرات المجندين من الحد الجنوبي إلى محافظة مأرب، وما إذا كان الجهد اليمني سيسخر للدفاع عن اليمن. نشرت في محافظة مأرب فعاليات استقبال عشرات الجنود العائدين من الحد الجنوبي للسعودية، وقالت اللجنة المنظمة إن عشرات الجنود تم استقبالهم وإعدادهم للقتال في تعز استجابة لدعوة قائد المقاومة في تعز حمود المخلافي. وكان المخلافي قد دعا الجنود الذين يقاتلون في الحد الجنوبي السعودي إلى سرعة العودة إلى جبهات القتال في تعز، مؤكدا احتوائهم في صفوف الجيش والمقاومة. وفي نهاية أغسطس الماضي أظهرت صور أعدادا من المجندين اليمنيين في اللواء الثالث حرس حدود وهم يتظاهرون للمطالبة بالعودة إلى محافظتهم. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: هل يمكن أن تمثل هذه العودة بداية لتجميع المجندين اليمنيين تحت سقف القضية اليمنية؟ وما الضامن بأن لا يقف التحالف أمام أي تحرك نحو مدينة تعز ويكرر سيناريو عدن؟ نتابع التقرير التالي ثم نبدأ النقاش. العائدون من هولوكوست الحد الجنوبي، أو الناجون من الموت، أو الهاربون من المحرقة، كلها توصيفات تطابق واقع آلاف اليمنيين ممن جندوا للدفاع عن الحدود السعودية الجنوبية وتمكنوا من العودة مؤخراً. اللجنة المنظمة لفعاليات الاستقبال قالت إن عشرات الجنود تم استقبالهم وإعدادهم للقتال في تعز عطفاً على الدعوة التي أطلقها قائد المقاومة الشعبية في تعز حمود المخلافي نهاية أغسطس الماضي. تلك الدعوات جاءت بعد أن تمنع التحالف لسنوات من تحرير محافظة تعز التي لا تزال ترزح أجزاء منها تحت حصار الميليشيا وقصفها الذي لم يتوقف. مصادر خاصة قالت لقناة بلقيس إن هناك أيضا معسكرات مماثلة لهذه الموجودة في مأرب، ويجري فيها تجهيز 2000 مجند لذات الغرض المتمثل في تحرير المدينة. الاتجاه نحو الاعتماد الذاتي لخوض معركة التحرير من الميليشيا ربما يقود إلى فراق مع التحالف الذي وقف حجر عثرة أمام تحرير المدينة خلال الأعوام السابقة، وتلك معركة أخرى على اليمنيين خوضها آجلاً أم عاجلاً. وفي هذا الإطار يتساءل مراقبون: ما الضامن بألا يقصف التحالف أي قوات تتحرك نحو تعز مثلما قصفت طائراته قوات الجيش الوطني على أبواب العاصمة المؤقتة عدن؟ إذن نبدأ النقاش. معنا من مأرب ينضم محي الدين المخلافي رئيس لجنة الاستقبال والتجهيز. سيد محي الدين، مساء الخير. مساء الخير لكم ولأعزائي المشاهدين جميعاً. شكرا لك. بداية لو تحدثنا عن العائدين، كيف تمت عودتهم وما هي أوضاعهم الآن؟ والله لقد قام قائد المقاومة بتجهيز جميع ما يستحقونه العائدين بعد ندائه أو وقت ندائه لهؤلاء المغذورين بهم من قبل التحالف ومن قبل جميع العملاء في الحد الجنوبي. فقد عادوا إلينا الآلاف، وقمنا بترتيبهم وتجهيزهم بشكل نظام رسمي، وتم صرف رواتبهم وتم تجهيزهم في ألوية، وقد تم استعداد إلى الآن 2000 من 2000 جندي من العائدين من الحدود. نعم. وهم اليوم كما تشاهدون أعرضوا عرضا لجميع المشاهدين، وقد رأوا جميع المشاهدين، لأننا الآن قمنا بتجهيزهم وترتيبهم وتدريبهم وتجهيزهم، وكذلك يقول تجهيز آخر من قائد المقاومة سيعد قوة من هؤلاء الأبطال الناضلين الأحرار الذين لبوا نداء قائد المقاومة عندما ناداهم لتحرير بلدهم، وهناك الكثير في الطريق عائدين إلى انضمام إخوانهم، وسيتم تحرير إقليم القند لهؤلاء وأمثالهم وإخوانهم الذين سينضمون إليهم إن شاء الله. سيد محي الدين، أفهم من كلامك أنه تم الآن ترقيم هؤلاء المجندين وإعطائهم أرقام كجنود في الجيش الوطني، هل هذا صحيح؟ أصبحوا جنودا رسميا. هذا جاري الآن في تجهيز الجيش، الآن نحن نرتب لهم ملفات رسمية
واستمارات رسمية، يعني استمارات رسمية حتى تم انضمامهم إلى الجيش. ولكن يعني نحن لدينا أعداد كبيرة، ما زلنا نستقبل حتى الآن وهذه اللحظة ونحن نستقبل عائدين من الحدود، ونقوم بتجهيز ملفاتهم وترتيبهم، ويعني كتشكيلهم كتائب وفصائل ومجاميع، يعني كتشكيل ألوية تحتفظ الشرعية إن شاء الله. هؤلاء الجنود أين يتم تجميعهم؟ في محافظة مالب. هؤلاء نعم في معسكرات أم في تجمعات مختلفة؟ كيف يتم؟ لا في معسكرات رسمية، وكما تشاهدون معسكرات رسمية ومخيمات، وكذلك هناك عدة يعني مراكز استقبال لهم إن شاء الله. أتمنى أن تبقى معي، أرجو منك أن تبقى معي. ينضم إلينا من تعز ياسر المليكي مسؤول الرصد بمنظمة سام للحقوق والحريات. سيد ياسر مساء الخير. مساء النور والعافية. شكرا لك. سيد ياسر، بداية، ما هي المعلومات المتوفرة لدى المنظمة أو منظمة سام عن أوضاع المجندين هؤلاء في الحد الجنوبي؟ سيدتي، بداية أنا لست راصدا في منظمة سام ولا مسؤول عن الرصد. أنا محامي وناشط حقوقي ومطلع على هذا الملف، وأعتقد أنه نعتذر منك عن هذا الخطأ. تفضل. من خلال اطلاعنا كنشطاء ومحامين على هذا، كنشطاء منظمات المجتمع المدني على هذا الملف الذي أقلق كثير من المتابعين، وخصوصا بعد المشاهد التي عرضها الحوثيين عن عمليات أسر للمئات من هؤلاء الشباب الذين زد بهم في معارك ليست معاركهم وأرض ليست أراضيهم. هذه المجاميع التي زج بها كان ينبغي على وزارة الدفاع أو الحكومة الشرعية للأسف الشديد أن توضح ما الذي حدث وما الذي يحدث وما الذي حصل في هذه المناطق المحادة للمملكة العربية السعودية أو في الحد الجنوبي، أو ما الذي حدث لرعاياها هؤلاء المجندين، هؤلاء الشباب، هؤلاء المغرر بهم. لكن للأسف الشديد لا الحكومة ولا وزارة الدفاع ولا أي مسؤول يحترم نفسه وظهر للقاطبة اليمنيين أن هؤلاء غرر بهم، وأنه يدعو هؤلاء للعودة إلى محافظاتهم أو حتى استيعابهم في القوات الحكومية أو الإيجاد أي حلول لهؤلاء المغرر بهم. للأسف الشديد الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية في الزج بهؤلاء الشباب في معارك ليست معاركهم. هؤلاء ليسوا في منخرطين في قوات نظامية حتى تكون الحكومة اليمنية مسؤولة عنهم. هؤلاء يمكن تسميتهم ميليشيا أو تعمل بالوكالة عن المملكة العربية السعودية تقاتل بدلا عن جيشها في الجنوبي. القانون الدولي الإنساني ينظر إلى هؤلاء ليس باعتبارهم مرتزقة، لأنهم من رعايا الطرف في هذا النزاع وهي الدولة اليمنية، وبالتالي هؤلاء المجندين أو هؤلاء الشباب يمكن وصفهم أو تسميتهم بميليشيا أو قوات تعمل بالوكالة عن المملكة العربية السعودية. هذا أولا. ثانيا، كان ينبغي على الحكومة اليمنية أن توجد حلول لهذا الملف، لكن للأسف الشديد ما هذا الصمت الذي خيم على أداء أو إعلام الحكومة اليمنية خلال هذه الفترة الماضية ينبئ على أن الحكومة الشرعية والحكومة اليمنية غير جادة وغير مسؤولة وغير ملتزمة بمسؤولياتها الدستورية والقانونية إذا هؤلاء الشباب، هؤلاء المواطنين اليمنيين ينبغي عدم الزج بهم في معارك. سيد ياسر تفضل البقاء معي، انتقل الى سيد محي الدين. سيد محي الدين، لو عدنا للحديث عن هذه المعسكرات، من المسؤول عن هذه المعسكرات ومن اين يتلقون الدعم، وهل هناك دعم من وزارة الدفاع والحكومه؟ هناك يعني مباريات من وزارة الدفاع، وهناك دعم من قائد المقاومه يعني الذي ناداهم ونسق لهم ويرتبهم كي يظلون يعني تحت وزارة الدفاع الى الان.
وناخذ تبعات من وزاره الدفاع وتسهيلات ان شاء الله قاريه لهؤلاء اللي يكونوا تحت ظل الجيش، لان هؤلاء سابقا لم يجدون حاضر لهم في الدوله، لم يجدون حاضر لهم يعني في وزاره الدفاع، فظلوا ان يبعثوا لهم عن الترقيم وعن عسكرة او مصدر رزق لابنائهم وجوالهم، وانطلقوا الى الحدود. وعندما رداهم قائد المقاومه يعني جاءوا بمعنويات عاليه، وجاءوا يعني بسيول يعني بالمئات والالاف، وصلوا الى الان 2500 جندي الى اليوم وصلوا تلبية لهذا النداء الوطني الذي سيقوم به تحرير اقليم القند واليمن بشكل عام. ولكن لن يظل هؤلاء كملاشيات كما يتصورون الاخرين، بل هؤلاء هم جنود، ومنهم كانوا جنود في وزاره الدفاع، منهم كانوا جنود في وزاره الدفاع ومرقمين في وزاره الدفاع، ثم انطلقوا الى الحدود، وبعد ان جاء قائد المقاومه عادوا كما هم الان، وتم تسليم بين هؤلاء كجيش رسمي وطني كما يرتب له الان. ولكن بمتابعات قائد المقاومه وتجهيزاته يعني لهؤلاء، وهناك تساهمات كثيره من الدوله الشرعيه ان شاء الله. اشكرك جزيل الشكر السيد محي الدين المخلافي من مأرب، رئيس لجنه الاستقبال والتجهيز. سيد ياسر المليكي لو تسمعني، لو تحدثنا مجددا عن اوضاعهم قبل العوده، هؤلاء الجنود والجنود المتبقين، ما هي اوضاعهم وهل يسمح لهم بالمغادره دون مضايقه؟ بالطبع ان ليس هناك من ضمانات تسمح لهؤلاء الشباب بالعوده دون مضايقات، وهناك من تحت عدد من الجنود تحدثوا عن انه لا يسمح لمن يريد المغادره من هذه المناطق العسكريه او مناطق الحدود بين اليمن والسعوديه، لا يسمح لهؤلاء بالمغادره لانهم هم دخلوا بدايه عبر وثائق رسميه منحتها القنصليه اليمنيه في جده، وبالتالي مجرد خروجهم لا يسمح لهم، لأنهم يمرون من الأراضي السعودية، وبالتالي فمسألة خروجهم فيها من الصعوبة والمخاطر، ويتم إعادة العديد منهم بمجرد انتوائه المغادرة من المقرات الألوية وهذه المجاميع المسلحة في الحدود في المناطق السعودية. ومن تمكنوا من المغادرة هم قليلون جدا، بعضهم تعرض للإصابة أو الإعاقة، والبعض الآخر ممن تم أسرهم وتم الإفراج عنهم من قبل الطرف الآخر وهي ميليشيا الحوثي، وبالتالي مسألة خروج أو إخراج هؤلاء فيه خطورة، وإضافة إلى أن كثير منهم لا يدركون سير المعارك بجوارهم ولا ما يتحدث به الإعلام. هناك تعتيم اعلامي واسع في هذه المناطق، لانه لا يسمح لهؤلاء الجنود او هؤلاء الشباب بامتلاكهم هواتف او وسائل اتصالات، هم في مناطق معزوله، ولا يسمح للجميع بامتلاك هواتف نقاله او متابعه ما يجري حولهم، وبالتالي هم لا يعرفون ما الذي حدث في هذه المعركه التي ساق الحوثيين هؤلاء الشباب الى الاسر او الى المقابر او الى غيره من الوسائل او الاعاقه او الاصابه التي جرت بمئات الشباب الذين زج بهم في هذه المعارك. طيب. الشيء الاخر، هذه الدعوه التي يطلقها ما يسمى بقائد المقاومه في تعز هي دعوه غير منطقيه، هذه الدعوه ينبغي ان تكون من القوات الحكومية، من وزارة الدفاع، من المناطق العسكرية. لا ينبغي لشخص ليس له أي صفة رسمية في وزارة الدفاع اليمنية أو الحكومة اليمنية أن يجمع هؤلاء الشباب في مارد، كان لو كان بالقيادات الحكومية خيرا لما سمحت لهؤلاء الشباب ابتداء بالمرور إلى أو العبور إلى المملكة العربية السعودية للقتال. بالفعل كثير منهم مجندون في ألوية عسكرية، لكن لانه لا ليس هناك من وسائل رابط وضابط وتنظيم في المناطق والمحاور العسكريه، غادر هؤلاء وتم تطفيش العديد من الشباب في تعز خصوصا، وزج بهم او ذهبوا الى هذه المعارك او المحارق في الحدود السعوديه.
وبالتالي هذه الدعوة أو ما تحدث به ضيفك الكريم هو كلام غير منطقي وغير مسؤول. كيف يمكن لهؤلاء الشباب أن يتجمعوا في كعب؟ تفضل البقاء معي مجددا سيد ياسر من اسطنبول. ينضم إلينا المحلل السياسي دكتور عادل داشيلة. دكتور عادل، كما هو واضح هناك نوع من الاستجابة لدعوات قائد مقاومة تايز حمود المخلافي، أنت كيف تنظر أولا إلى هذه الدعوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أي دعوة سواء من قائد المقاومة في تعز أو من أي شخصيات سياسية أو قبلية أو اجتماعية أو حتى يعني حكومية هي دعوة مرحب بها في هذا الوقت الراهن، خصوصا وأن البعض ما يسمى بالألوية العسكرية المتواجدة داخل محافظة صعدة هي خارج يعني النظام العسكري التابع للحكومة الشرعية، وهذه الألوية عبارة عن ميليشيات مجمعة، يعني عن ميليشيات تقودها بعض القيادات المحسوبة على النظام أو على السلفية المدخلية التابعة لجهاز الاستخبارات السعودي. لذلك اليوم نحن بحاجة إلى إخراج هؤلاء من هذه المحافظة، خصوصا بعد تلك العمليات التي العسكرية التي راح ضحيتها المئات من أبناء أبناء الشعب اليمني في منطقة كتاف ووادي جبار وبعض المناطق الأخرى. لذلك اليوم أنا من وجهة نظري الشخصية هذه يعني دعوة يعني حميدة، وأيضا دعوة صادقة، وأيضا دعوة تصب في الاتجاه الصحيح. نحن اليوم بحاجة إلى إعادة تشكيل هذه القوات أو دمجها في إطار الجيش اليمني، ومن ثم مواجهة الميليشيات الحوثية في صنعاء وأيضا في تعز، وليس الزج بهؤلاء الأبرياء في حرب عبثية من خلال الدفاع على المملكة العربية السعودية. نحن لا يعنينا أمن المملكة ولا يعنينا أيضا الدفاع عن المملكة، نحن يهمنا أمن بلدنا. نحن يهمنا اليوم أن نتخلص من الميليشيا الحوثية التي تضرب أبناء تعز لأكثر من 5 سنوات. من يقول أنا كما سمعت إلى حديث ضيفك من تعز أو من منطقة أخرى لا أعرف من أي مكان هو، يقول بأن هذه الدعوة يعني ليست في الاتجاه الصحيح. عن ماذا يتحدث؟ هل يريد أن يزج بهؤلاء الأبرياء الذين دفعتهم الحاجة والعوز والفقر إلى أن يكونوا ضحايا لحرب عبثية داخل محافظة صعدة؟ هذه الدعوة ينبغي أن ترحب وينبغي أن تدعمها الدولة اليمنية، وينبغي يعني من خلال يعني فتح معسكرات لهؤلاء ومن ثم ضمهم في الجيش اليمني الشرعي وليس خارج إطار الشرعية اليمنية وخارج إطار وزارة الدفاع. الجيش اليمني اليوم بحاجة إلى لملمة، بحاجة إلى قيادة مركزية تقود دفة أو تقود العمليات العسكرية من خلال مركز واحد وليس من خلال سماسرة الحروب وما إلى ذلك. نعم سيد محيي الدين ذكر بأن المقاتلين قاومهم وصل إلى 2000 مقاتل حتى الآن، من هي الجهة المعنية الآن بتجهيز هذه القوات وإعدادها للقتال والعودة إلى الجبهات؟ يعني كيف تقصدين الآن خروج هذه؟ هؤلاء خرجوا بعد أن يعني بعد أن تجرعوا، بعد أن ذاقوا الويلات داخل محافظة صعدة. عندما يصل هؤلاء إلى، نحن نعرف جيدا أختي العزيزة أنه المملكة العربية السعودية طردت الكثير من خلال بعض القوانين، طردت الكثير من أبناء محافظة تعز وأيضا أبناء الجمهورية اليمنية بشكل عام، وهؤلاء لم يكن لهم أي سبيل آخر سوى الالتحاق بالميليشيات المسلحة أو بما يسمى بالمعسكرات السلفية التي كان يتغنى بها هاني بن بريك والجماعة داخل صعدة، ويقولون بأن أبناء المناطق الجنوبية هم من يقاتلون الحوثيين وما إلى ذلك في صعدة. هؤلاء أبرياء تم الزج بهم نتيجة للحاجة والعوز والفقر، وبالتالي اليوم رجعوا إلى صعدة، ليس حتى أنهم داخل رجعوا إلى مأرب، حتى أنهم يعني الذي كانوا متواجدين داخل صعدة لم يتلقوا حتى دعم حقيقي لإسعافهم في 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 وقت المعركة، أي أنهم الآن هم عبارة عن يعني جنود يستخدمونهم لحرب عبثية لا يعني لا تهمنا كما ذكرت لك قبل قليل. لذلك على الدولة أن تستوعب هؤلاء. نعم. إذا كان نحن نريد أن نعرف من الذي يزجب هؤلاء إلى داخل صعدة، هؤلاء الذين يعني سماسرة الحرب لابد أن يحاكموا محاكمة عادلة، وأيضا إيداعهم في سجون ومن ثم يعني محاكمتهم. من الذي زجب هؤلاء الأبرياء؟ من الذي قادهم إلى محارق الموت؟ من الذي أتابهم إلى صعدة؟ ينبغي أن نبحث عن سماسرة الحرب المتواجدين داخل بعض المحافظات اليمنية وخصوصا في صعدة ومأرب ومناطق أخرى. على الجهة الأكثر أهمية في هذا الموضوع برأيك، هل سيسمح التحالف لهذه القوات أن تتحرك إلى تعز، أم أنه ربما يستهدفها مثل ما فعل مع قوات الجيش الوطني على أبواب عدن قبل فترة بسيطة وما زالت الدماء لم تجف بعد حتى؟
نحن نتمنى ان لا يتم تجميع هؤلاء في معسكرات محدده، لانه اذا تم تجميعهم قد لا يستبعد ان يقوم التحالف العربي بضربهم. نحن نتمنى ان يتم تفريق هؤلاء داخل مأرب، ومن ثم العوده بهم الى تعز او حتى الى مناطق اخرى في الحديده والمناطق المشتعله مع الحركه الحوثيه، اي التي هي الذي يعني نحن الان مثلا في عده معنا لدينا عده جبهات. انا من وجهه نظري الشخصيه التحالف العربي لن يسمح بان تكون هناك اي قوه حقيقيه تواجه الحركه الحوثيه بصدق. التحالف العربي لدي اهداف واضحه منذ اليوم الاول، وبالتالي لن يسمح ان ان ان, أن يكون هناك جيش وطني حقيقي. نحن سمعنا ما قاله الوزير السعودي قبل ايام، لابد من يعني إعادة تشكيل الجيش اليمني بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة، أي تحويل هذا الجيش إلى كان تونات أو إلى ميليشيا مسلحة تتبع هذا الطرف أو ذاك الطرف. وبالتالي ينبغي التعامل بحذر مع التحالف العربي، خصوصا فيما يخص العائدين من أبناء المناطق، أبناء مناطق تعز وأيضا المناطق الأخرى الذين جاءوا من صعدة في الأيام أو في الأيام القليلة الماضية. هؤلاء إذا لم يسمح لهم يعني من خلال انخراط في الجيش اليمني، فلا يستبعد أن يتهموا التحالف العربي بأنهم عبارة عن ميليشيات إرهابي، وهو الذي دربهم وهو الذي أتاهم إلى صعدة ومن ثم يستهدفهم بأي عملية عسكرية تحت مسمى مكافحة الإرهاب. التحالف العربي لم يعد ذلك التحالف الذي جاء من أجل أهداف إنسانية ونبيلة. اليوم التحالف العربي يمارس أبشع أنواع الجرائم الأخلاقية والسياسية والعسكرية، ويرتكب جرائم حرب حق الأبرياء. نحن أمام يعني تحالف شر، يمكن ان نوصف هذا التحالف بانه تحالف يعني اصبح الان تحالف غير قانوني حتى من الناحيه القانونيه. هو يقول بانه يدعم الحكومه الشرعيه ولكنه يضربها بالعنف ويضرب جيشها ويستهدفها ويصفها بالارهاب. اذا التحالف العربي خرج عن الاهداف واصبح لا شرعيه لا ولا حتى مرجعيه قانونيه نستند اليها، وانما مسمى الشرعيه التي يتغنى بها ولكنه في الواقع يضربها في العنف ويضربها كل يوم هنا وهناك. طيب دكتور عادل أرجو أن تبقى معي، أعود إليك سيد ياسر. سيد ياسر، لو استمعت معي إلى الدكتور عادل كان يتحدث عن أن المقاتلين هؤلاء ذهبوا بسبب ضغوط الأوضاع الإنسانية والمادية كما نعرف وكما يتفق الجميع. استغلال المدنيين هذا كيف يتعامل معه القانون الدولي؟ بالتأكيد أن هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذه الأراضي أو إلى المملكة العربية السعودية للدفاع عنها، الذي دفعهم في ذلك عدة أشياء: الأوضاع الإنسانية، التطنيش والتطفيش والتضييق الذي مورس بحق هؤلاء الشباب في خصوصا المجندين منهم في عدد من الألوية العسكرية، إما في تعز أو في عدن أو في الضالع أو في واعتقد ان كل هؤلاء الشباب هم منتمين لكثير من المناطق اليمنيه او المحافظات اليمنيه، سواء تعز او الحديده او الضالع او عدن او ابين. وبالتالي الاوضاع الانسانيه من جانب، اضافه الى التفتيش الذي حدث للمجندين منهم الذين كانوا قد جندوا في القوات الحكوميه، دفعت هؤلاء الشباب، اضافه الى الاغراءات الماليه التي دفعتها السعودية للكثيرين ممن دخلوا يدافعون عنها. هذه الإغراءات أصابت أو لنقل دفعت كثيرين للجهات وراء هذه الأموال، وبالتالي فكل دوافع هؤلاء الشباب هي دوافع مالية، دوافع نفعية، وبالتالي فكل ما يرتكبونه من جرائم أثناء النزاع أو أثناء هذا القتال تتحمل مسؤوليته المملكة العربية السعودية، وبالتالي فإن المسؤولية القانونية لاستغلال هؤلاء الشباب تتحمل بإذنه المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية التي سمحت لهؤلاء أو أعطتهم تصاريح للدخول إلى المملكة العربية السعودية، إضافة إلى ما يعرف بالسماسرة والقادة العسكريين هنا في الداخل الذين كان لهم دور بارز في تحديد هؤلاء المجندين وتسليمهم إلى المملكة العربية السعودية، وهم أسماء معروفة استغلت نزق هؤلاء الشباب واندفاعهم ولهاتهم وراء المنفعة أو المصلحة المالية. وبالتالي فإن المسؤولية القانونية اليمنية تترتب أو تحتم على هؤلاء بأن يحاسبوا جنائيا أمام المحاكم اليمنية، لأنهم دفعوا بكثير من الشباب المغرق بهم إلى محارق الموت، إضافة إلى المسؤولية القانونية في القانون الدولي الإنساني تجاه الحكومة السعودية والحكومة اليمنية التي استغلت هؤلاء الشباب ورفعت بهم في محارق ومحارق الحدود أو المعارك بين المملكة العربية السعودية
والحوثيين، هذا من جانب. الشيء الآخر ما قاله ضيفك الكريم بأنني حينما انتقدت ما قام به أو الدعوة التي يوجهها الشيخ حمود المثلاثي، أولا قناعتي الشخصية وقناعة الكثيرين أن هؤلاء الشباب لابد أن يغادروا هذه المناطق، لابد أن يعودوا إلى محافظاتهم، لابد أن يعودوا إلى مناطقهم، هذا أولا. الشيء الآخر، كل الدعوات سواء التي يطلقها الشيخ حمود المخلافي أو أي دعوات إعلامية أو سياسية أو قيادات أو غيره هي دعوات حميدة، لكن أن تأتي الدعوة من قائد ما كان يعرف بالمقاومة الشعبية في تعز بتجميع هؤلاء الشباب لحساب المقاومة، أولا لم تعد هناك مقاومة في كل الأراضي اليمنية، ما يوجد حاليا هو وزارة دفاع علوية ومناطق ومحاور عسكرية، وبالتالي تجميع هؤلاء الشباب بتشكيلات غير التشكيلات الحكومية هو استغلال أيضا لهؤلاء الشباب، إلا إذا كانت هذه الدعوة من الشيخ حمود المثلاثي ومن ثم تسليمهم إلى وزارة الدفاع اليمنية وانخراطهم في القوات الحكومية هذا أمر آخر. أنا أتكلم عن أنه وصلت فكرتك المحامي والناشط الحقوقي ياسر المليكي، كنت معي من تعز، أشكرك جزيل الشكر. بالعودة إلى الدكتور عادل، الدكتور عادل سؤال أخير ومختصر، أرجو الإجابة مختصرة لأن الوقت لا يكفي. اليوم صار التحالف عائق أمام تحرير العديد من المدن، كيف يمكن اليمنيين اجتياز عائق التحالف أولا باختصار لو سمحت؟ بكل تأكيد التحالف العربي هو يعني أصبح عائقا أمام تحرير البلاد من الميليشيات الحوثية، ولذلك لابد أن يكون هناك تيار وطني قوي على الأرض يساعد الحكومة الشرعية للخروج من رهن الإقالة الجبرية، ومن ثم تحرير البلاد. لن تحرر البلاد إلا من خلال تيار وطني وليس عبر التحالف العربي الذي جاء لأهداف سامية وأصبح الآن يحارب الشعب اليمني. التحالف العربي الآن أصبح عدو ولا فرق بينه وبين جماعة الحوثي. نعم، دكتور عادل دشيلة المحلل السياسي كنت معي من اسطنبول، أشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا الحلقة انتهت، شكرا لحسن متابعتكم، هذه تحياتي وتحيات معد الحلقة ماهر أبو المجد وكافة الطاقم، إلى اللقاء.